السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعرف النهاردة أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023، وده طبعا بناء على الأسعار اللي نزلتها في الأخبار وزارة التموين عن أسعار السلع. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. طبعا وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت عديد من المعارض أهلا رمضان الموجودة سواء في القاهرة أو في المحافظات التانية، وقالوا إن في تخفيضات بتوصل ل30% بالنسبة لأسعار السلع الغذائية. بالنسبة لكيلو السكر، كيلو السكر سجل 16 جنيه، كيلو الرز كسر 5% 15 جنيه، المكرونة 350 جرام 7.5، مكرونة 400 جرام 8 جنيه، عسل نحل 350 جرام 23 جنيه، سوداني مقشر 500 جرام 25 جنيه، كركديه 350 جرام 35 جنيه، جوز الهند 350 جرام 30 جنيه، والزبيب 500 جرام 25 جنيه. سعر اللوز 250 جرام سجل 30 جنيه. وبالنسبة للبندق 250 جرام 28 جنيه، علبة الكاسترد سجلت 16 جنيه، قمر الدين اللفة من 13 وفيه ب17، باكت الشاي 11 جنيه، العرقسوس الربع كيلو ب28 جنيه، كيلو الدقيق 18 جنيه، التونة المفتتة وزن 140 جرام 16 جنيه. بالنسبة لأسعار الزيت، سعر الزيت 750 جرام 36 جنيه، زجاجة الزيت 2 لتر 100 جنيه، زجاجة الزيت 2.5 لتر 100 جنيه، زجاجة زيت 3 لتر 135 جنيه، علبة سمنة 2 كيلو ب95 جنيه، علبة قالب سمن قالب زبدة وزن كيلو 65 جنيه، سعر الزبدة وزن 5 كيلو 325 جنيه. ده كانت أسعار اليميش وأسعار الزيت في معارض أهل رمضان، ودي الأسعار اللي نازلة في كل الأخبار. لو في أي جديد أو عارفين أي معلومة جديدة اكتبوها في التعليقات عشان كلنا نستفيد. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديدة وأخبارنا الجديدة توصل لكم على طول. ومع السلامة.